معكم اليوم تحية رسمي من قناة التحوير، وبنقدم لكم الوضع كما هو الحال عليه مباشرة من مولد سيدي المكشوف من أرض الكنافة، وعفوا أعزائي المشاهدين، من أرض الكنافة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في أصابع مندسة كتيرة أو أصابع محشي عادي يعني. الدنيا مولد يا ناس، والناس بتتفرج، في ناس تقرب لناس وناس بتتهرب. المولد
لحاجه ايه؟